لماذا تنقسم الدقيقة إلى 60 ثانية والساعة إلى 60 دقيقة واليوم إلى 24 ساعة؟ في عالمنا اليوم نظام الأرقام الأكثر استخداماً هو النظام العشري المبني على أساس الرقم 10، إلا أن الأمر كان مختلفاً عند الحضارات القديمة. قامت الحضارات البشرية القديمة بتقسيم اليوم إلى أجزاء، إلا أنها كانت تستخدم أنظمة ترقيم مختلفة كالنظام الاثني عشر المبني على أساس الرقم 12 والنظام الستيني المبني على أساس الرقم 60. يعزو معظم المؤرخين الفضل للحضارة المصرية لكونها أول حضارة تقسم اليوم إلى أجزاء. استخدمت الحضارة المصرية الساعات الشمسية، وهي عبارة عن شريط على شكل حرف تي يوضع في الأرض ويضبط لتقسيم الفاصل الزمني بين شروق الشمس وغروبها إلى 12 جزءا. عادة ما تعزو أهمية الرقم 12 إما إلى حقيقة أنه يساوي عدد دورات القمر في السنة، أو لأنه ببساطة يساوي عدد مفاصل الأصابع في كل يد، ثلاثة مفاصل في أربعة أصابع باستثناء الإبهام، ما يمكن من العد إلى 12 بواسطة الإبهام. في البداية واجه المصريون صعوبة في تقسيم الوقت بين حلول الظلام وشروق الشمس، ولكن بعد ذلك لاحظ علماء الفلك المصريون مجموعة من 12 نجما ميزت فترة الظلام الدامس، ما أدى مرة أخرى إلى تقسيم الليل إلى 12 جزءا. اخترعت الساعة المائية في وقت لاحق كليبسيدرا، وهي التي استخدمت أيضا لقياس الوقت أثناء الليل، وقد رقمت تلك الساعات بترقيمات تقسم الليل إلى 12 جزءا باختلاف شهور السنة، وبتقسيم كل من الليل والنهار إلى 12 ساعة شاع مفهوم الساعات الـ24 في كل يوم. ومع ذلك فإن مفهوم الساعات ذات الطول الثابت لم يظهر حتى الفترة الهيلينية، عندما اقترح هيباركوس تقسيم اليوم إلى 24 ساعة متساوية. على الرغم من ذلك واصل العوام استخدام ساعات متفاوتة يختلف طولها باختلاف فصول السنة لقرون عديدة، فكانت ساعات النهار في الصيف أطول منها في الشتاء. شاع استخدام الساعات ذات الطول الثابت فقط بعد ظهور الساعات الميكانيكية لأول مرة في أوروبا خلال القرن الرابع عشر. استخدم الفلكي اليوناني إيراتوستينس النظام الستيني لتقسيم الدائرة إلى 60 جزءا من أجل وضع خطوط العرض الجغرافية، وبعد قرن سوى هيباركوس خطوط العرض بشكل يجعلها موازية وملائمة للطبيعة الجغرافية للأرض، كما وضع خطوط الطول التي حوت على 360 درجة تتجه من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي. في أطروحته وسع المجسطي حوالي 150 ميلادي ما قام به هيباركوس من خلال تقسيم كل من خطوط الطول والعرض والتي يبلغ كل منها 360 درجة إلى أجزاء أصغر، إذ قسم كل درجة إلى 60 جزءا، ثم قسم كل منها مرة أخرى إلى 60 جزءا أصغر. أصبحت القسمة الأولى أو الدقيقة الأولى بارتس مينوت بريما تعرف لاحقا باسم الدقيقة، أما القسمة الثانية أو الدقيقة الثانية فأصبحت تعرف باسم الثانية، لكن الدقائق والثواني لم تستخدم لقياس الوقت إلا بعد مرور قرون عديدة بعد المجسطي، إذ كانت الساعة مقسمة إلى أنصاف وأثلاث وأرباع، وأحيانا كانت تقسم إلى 12 جزءا. لم يستخدم مفهوم تقسيم الساعة إلى 60 دقيقة إلا بعد ظهور أول الساعات الميكانيكية في نهاية القرن السادس عشر. في العام 1967 أعيد تعريف الثانية بأنها تساوي مدة 9,192 مليون و 631 ألفا و 770 عملية تحول طاقة لذرة السيزيوم. أذان هذا التوصيف بعهد التوقيت الذري والتوقيت العالمي المتسق. من المثير للاهتمام أنه من أجل الحفاظ على التوافق بين التوقيت الذري والتوقيت الفلكي، يجب أحيانا أن تضاف أجزاء من الثانية إلى التوقيت العالمي المتسق UTC، فليست كل دقيقة تحتوي على 60 ثانية، فهناك دقائق قليلة ونادرة تحدث بمعدل حوالي 8 مرات في العقد الأول تحتوي على 61 ثانية.